هل الدفاع عن النفس خطية؟ لا، الدفاع عن النفس ليس خطية، من حقك انك تدافع عن نفسك. وبولس الرسول دافع عن نفسه اكثر من مرة، لما جم يجلدوه مرة قال لهم هل يجوز لكم ان تجلدوا رجلا رومانيا غير مقضي عليه؟ قالوا له انت روماني؟ قال لهم اي. فاستحى الامير ومنع، مع انه قال 3 مرات قبلت من اليهود 40 جلدة الا واحد، يعني في بعض اوقات قبل الجلد، وبعض اوقات لما لقى ان في خطأ قانوني هنا دافع عن نفسه. وايضا لما اراد الوالي ان يسلمه لليهود لكي يقتلوه قال لهم امام كرسي ولاية قيصر انا واقف، الى قيصر رفعت دعواي. قالوا له الى قيصر تذهب، وما خلهمش يسلموه لليهود لانه كان عايزين يقتلوه كده بطرق غير عادله.